هكذا كان مشهد الانفجارات رغم كل النداءات الدولية المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، لتشن طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، خلفت دمارا واسعا في مربعات وأبراج سكنية تأوي نازحين، وشردت مئات الأسر استكمالا لحرب الإبادة ضد الحجر والبشر والشجر والوجود الفلسطيني على الأرض. بين 11 والعشرة ونص نزل صاروخين على دار غراب هان، وطلعوا طبعا شهداء وأطفال قاعدين فوق على الطابق الأخير، ما شفنا صاروخين طلعت الحمد لله. طابق أخوي معاد وطابق معتصم، هم هذولا ما لهم يشوف شيء ولا لهم في حاجة. ففي كل غارة تسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين ووصولهم إلى المستشفيات أشلاء وإصابة مئات آخرين، وتتعالى أيضا أصوات المكلومين لفقدانهم الأمهات والآباء والأقارب أو الأبناء، تماما ما جرى بعد قصف منازل سكنية بخان يونس، إضافة إلى استهداف مجموعة من المواطنين في رفح جنوبي قطاع غزة. فالساعات الماضية وصل إلى مستشفيات القطاع أكثر من 64 شهيداً و100 مصاب بعد أن كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على عدة أهداف بالقطاع. هذا ديدن بني إسرائيل وديدن اليهود في كل زمان وفي كل مكان، لكن عزاؤنا الوحيد أن شهداءنا في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله سبحانه وتعالى سيصبرنا على هذه الأرض الطيبة المباركة المقدسة، نحن صامدون عليها ثابتون. فالاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب أبشع المجازر في التاريخ الحديث ويحاول أن يحظى بمكاسب سياسية خلال مفاوضاته الجارية مع المقاومة الفلسطينية والتي تواصل هي الأخرى تصديها للعدوان الإسرائيلي بكل ما أوتيت من قوة. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين.